أولا أقول جزا الله خيرا كل من عمل ويعمل على إغاثة اللاجئين السوريين وغيرهم، ونقول إن شاء الله في ميزان أعمالهم. اليوم إحنا في أحد المخيمات العشوائية للاجئين السوريين، ساهمنا بتوزيع مكرمة من سمو الأمير والشعب الكويتي والهلال الأحمر الكويتي، اللي أقدم لهم كل الشكر أقدم لهم الشكر الجزيل والتقدير الكبير على كل ما يقومون فيه نيابة عن أبناء الشعب الكويتي. أشكر أختي الفاضلة مها برجس البرجس، وأخي الفاضل مساعد العنزي من الهلال الأحمر الكويتي، وأيضا أخوان النواب اللي كانوا موجودين اليوم. أنا بس يعني أودي الجميع يطلع على هذه الظروف الصعبة لأخوانهم في الدين، وأخوانهم في العروبة، وأخوانهم في الإنسانية، وأخوانهم في الجغرافية وأيضا بودي يعني دخلنا على بعض العوائل وشفنا أوضاع الأطفال وأوضاع، يجب أن نعرف أيضا إحنا في الكويت وفي دول أخرى مو فقط في نعمة، إحنا في نعيم يعني يحتاج إلى حمد وشكر، ويحتاج إن شاء الله الأعمال الخير والأعمال المباركة بمساعدة الآخرين، وهذا الحمد لله أمر جبل عليه المجتمع الكويتي، ولذلك الله سبحانه وتعالى حافظ الكويت وأهلها. شكرا حضرة صاحب السمو أمير البلاد أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رعايته لكل هذه الأعمال الخيرية. شكرا لأهل الكويت، شكرا لكل من تبرع، لكل من ساهم، شكرا لأخواتي وأخواني في الهلال الأحمر الكويتي، شكرا لكل من ساهم في رفع هذه المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق، وجزاكم الله أنتم كل خير في أخواننا في الأردن وفي الهلال الأحمر الأردني على كل ما تقومون فيه، ونعرف أن الأردن قاعد يتحمل أكثر من طاقته، وعدد اللاجئين كبير أكبر من أن يعني تتحمل قدرات الأردن، لكن أنا واثق كل الثقة بأن رب العباد ورب الناس سيلطف فيهم وفيكم، وما تقومون فيه من إيواء لإخوانكم وأشقائكم اللاجئين السوريين راح تعوضون عنه إن شاء الله، وراح تطلعون ويطلع الجميع من هذه المحنة.